بعدين حرب العراق أم الكبائر. بتحقق فيها الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة علي التريكي بتحقق في حرب العراق. حرب العراق تحت أربع قضايا خطيرة جدا. أولا غزو العراق في حد ذاته خرقا للميثاق بدون مبرر، يقع من دول كبرى ذات مقاعد دائمة في مجلس الأمن، والعراق دولة مستقلة عضو في الجمعية العامة، كيف يتم الاعتداء عليها وكيف ما يتمش تطبيق الميثاق اللي يقول قمع العدوان؟ ما قريت عليكم من الأول أنا هذا. الأمم المتحدة تقمع العدوان. أنا أجيب لكم مثل، لما العراق اعتدت على الكويت جو طول الميثاق وقالوا الأمم المتحدة يجب تقمع العدوان، ووافقنا كلنا، ودول عربية شقيقة للعراق اشتركت جنب إلى جنب في الحرب مع دول أجنبية لردع عدوان العراق على الكويت، وكلنا ضد هذا الاجتياح. دول عربية قاتلت العراق مع دول أجنبية باسم الميثاق. لما وقع عدوان العراق لماذا لا نطبق الميثاق؟ في الأول ميثاق مقدس، المرة الثانية الميثاق حطه في الكنيسة تجاهلوه، لأن احنا نبغي نعتدي على العراق. ليش ما قامت الأمم المتحدة بردع العدوان على العراق؟ شنو السبب؟ لازم 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 يا علي، لازم الجمعية العامة تحقق وتبين للعالم سبب غزو العراق لماذا؟ لأن شيء غامض كلنا نتعرض له. لماذا تم غزو العراق؟ الغزو في ذاته خرق خطير جدا. بعدها غزو العراق في حد ذاته، يعني الغزو في ذاته، وبعد الغزو الإبادة الجماعية، تحققوا في الإبادة الجماعية في العراق، أكثر من 1.5 مليون عراقي تم قتل، إبادة جماعية. ورونا المحكمة الدولية الجنائية اللي بنحولوا لها الذين مارسوا الإبادة الجماعية ضد الشعب العراقي. سهل تقولوا البشير يمشي للمحكمة، سهل سربودان يمشي للمحكمة، سهل تايلور يمشي للمحكمة، سهل هبري يمشي للمحكمة، سهل من ثاني مطلوب للمحكمة؟ يمشي نوريجا يمشي. وطيب واللي مارس الإبادة الجماعية في العراق ما يمشيش للمحكمة الدولية؟ كانت المحكمة مسلطة علينا احنا، هذه المحاكم نرفضها وما عادش نعترف بها، اما نخضع لها كلنا والا احنا ما نعترفش بها. كل واحد كبيرنا وصغيرنا لازم يخضع لمحكمة الجنايات الدولية، اذا ارتكب نفس الفعل يحال لهذه المحكمة. احنا ما لنا حيوانات في زريبة يذبحونا في العيد كما يشاؤون. احنا امم عندها الحق ان تعيش بجدارة فوق الارض وتحت الشمس، ومستعدة تقاتل وتموت وتفنى ولا تعيش تحت هذا الوضع. وجربونا. القضية الأخرى الإعدام، أسر الحرب في العراق كيف يتم إعدامهم؟ هذه القضية الثالثة، كيف يتم إعدام أسر الحرب؟ رئيس العراق وحكومته لما ألقي عليهم القبض أعلنت الدول المحتلة للعراق أنهم أسر حرب، بنحاكمها بهذا، أسر حرب، أسير الحرب لا يعدم ولا يحاكم ويطلق سراحه بعد انتهاء العمليات الفعلية. من عدم رئيس العراق؟ جاوبوا، نحن نعرف من حاكمه، اسم القاضي معروف ووجهه معروف وهويته. من عدمه؟ من نفذ فيه الحكم يوم عيد الأضحى؟ من يجاوب؟ ناس متلثمين متنكرين قاموا بتنفيذ حكم الإعدام. هل يجوز هذا يا عالم؟ إذا كان العالم متحضر وهم أسرى حرب عن دول متحضرة وتحت القانون الدولي، كيف يتم إعدام رئيس دولة وحكومته بواسطة عصابة متنكرة في ملابس تنكرية؟ من الذين نفذوا حكم الإعدام؟ من هم؟ هل عندهم صلاحية الضبط القضائي؟ عندهم سلطة قانونية لإعدام يصير حرب أو واحد محكوم عليه بالإعدام من محكمة؟ تعرفوا ماذا 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 تقول الناس؟ الناس يقولوا الرئيس الأمريكي والرئيس البريطاني هم المتنكرين وهم اللي نفذوا حكم الإعدام في رئيس العراق وحكمته، وهذا الاتهام سيبقى إلى أن يأتي ما يدحضه. إيه
ليش ما يعرجوهم؟ ليش ما يكون عليهم مرتب؟ ليش ما تكون هويتهم واضحة؟ هل هو ضابط؟ هل هو ضابط صف؟ هل هو جندي؟ هل هو قاضي؟ هل هو طبيب؟ كيف إعدام رئيس دولة عضو في الأمم المتحدة وحكومته تتم بهذه الطريقة الغامضة؟ لا عند الآن ما نعرفين من نفذ حكم الإعدام يوم العيد. مسؤول الدول اللي احتلت العراق واللي ألقت القبض على رئيس العراق وحكومته وحاكموهم حكم عليهم الإعدام، لكن التنفيذ شيء غامض عند الآن لابد أن تجيب عليه الأمم المتحدة اللي تحكم عليه محكمة قانونية ونفذ في حكم الإعدام. اللي بنفذ حكم الإعدام عندهم نفس الهوية القانونية وعندهم صلاحيات ممري ضبط القضايا ويتحمل المسؤولية ويعرف اسمه ورتبته وهويته وبوجود طبيب وبوجود كل الاشتراطات في تنفيذ اللي تنفيذ حكم الإعدام في إنسان، حتى الإنسان العادي، ما بالك رئيس دولة عضو في الأمم المتحدة. هذه حرب العراق. القضية الثالثة في حرب العراق سجن أبو غريب الذي يندله جبين الإنسانية. أنا عارف أن أمريكا ممكن بتحقق في هذه الفضيحة وحكومتها وسلطاتها، لكن الأمم المتحدة ما بتترك هذه القضية. الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحقق في هذه القضية، قضية سجن أبو غريب اللي فيه أسرى الحرب الذين تم التنكيل بهم والتمثيل بهم ونهش الكلاب تنهشهم الكلاب وهم أحياء، وتم اغتصاب الرجال في أسرى الحرب ما سبقكم عليها أحد من المحتلين، كما قال لوط لقومه ما سبقكم عليها أحد من العالمين، حتى أنتم ما سبقكم عليها أحد من المحتلين والمعتدين، حتى الشيطان ما يعمل هذا. رجال أسرى حرب يتم اغتصابهم في سجن أبو غريب في دولة عضو في الأمم المتحدة، وتقوم بهذا دولة صاحبة مقعد دائم في الأمم المتحدة في مجلس الأمن. أي مجلس الأمن هذا؟ هذه قضية إنسانية لا يمكن السكوت عليها أبدا، ولا بد من التحقيق فيها والوصول فيها إلى حل، إلى نعرفها، لازم العالم يعرفها. لا عند الآن موجود يا إخواننا ربع مليون أسير في سجن أبو غريب عراقي، رجال ونساء، وشفت معاملتهم كيف تكون. مش ممكن هذه ننساها ولا نتركها أبدا، يجري فيها التحقيق. وأنا سأتابع هذا العمل مع الجمعية العامة ومع التريكي ومع الأمين العام للأمم المتحدة، لأن نحن لا نجامل ولا نهادن في مصير البشرية وكفاح البشرية من أجل تكون عايشة في سلام، وكفاح العالم الثالث بالذات والدول الصغيرة المية لكي تعيش بجدارة تحت الشمس فوق الأرض كفاحها مستمر حتى النهاية. السلام عليكم. أما أشكر الأخ قائد الثورة رئيس الاتحاد ملك ملوك أفريقيا على كلمته.